الموجه الميكانيكيه منها موجه مستعرضه وموجه طوليه. فالموجه المستعرضه لاحظ حركه جزيئات الوسط، عندما تشد وتر لاعلى فان جزيئات الهواء او الوسط تنتقل لاعلى ولاسفل عموديه على اتجاه انشراح. عند القاء حجر في الماء يحدث اضطراب وجزيئات الوسط تهتز في اتجاه عمودي، ولذلك سميت موجه مستعرضه. يبقى هي الموجه اللي يهتز فيها جزيئات الوسط في اتجاه عمودي، هي الموجه اللي بيهتز فيها جزيئات الوسط في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجه. فالموجه المستعرضه تتكون من قمم وقيعان، قمه وقاع ونبضه، كل هذا الجزء نبضه ونبضه تكمل دوره كامله او موجه كامله، هذه المسافه موجه كامله. فمثلا الرسم امامنا هنا ثلاث موجات، من هنا لهنا كده موجه، كده موجه، كده موجه. اذا الطول الموجي هو المسافه بين قمه وقمه او بين قمتين متليين او قاعين متليين. فالموجه المستعرضه تتكون من قمم وقيعان، قمم وقيعان. الطول الموجي هو المسافة بين، من الرسم أمامك، المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين، المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين. أما الحركة الطولية، لاحظ حركة الشوكة الرنانة تعمل على اهتزاز جزيئات الهواء في نفس اتجاه انتشارها. يبقى الموجة الطولية يهتز فيها جزيئات الوسط في نفس، في نفس تهتز فيها جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشار. الموجة الطولية أيضا تتكون من تضاغطات وتخلخلات، تضاغطات وتخلخلات. الطول الموجي هو المسافة بين مركزي تضاغطين، مسافة بين مركزي تضاغطين أو مركزي تخلخلين متتاليين، المسافة بين مركزي تضاغطين أو المسافة بين مركزي تخلخلين متتاليين، المسافة بين مركزي تضاغطين متتاليين أو تخلخلين متتاليين. موج البحر عند السطح نرى فقط موجات مستعرضة وموجات طولية. يبقى في السطح موجات مستعرضة وطولية، بينما في القاع في أعماق البحار يوجد موجات طولية فقط، لأن من صفات الموجات الطولية تهتز في نفس اتجاه انتشارها. فضغط الماء يؤدي إلى اهتزاز جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشارها، بعكس السطح يوجد موجات طولية وموجات مستعرضة. لاحظ الرسم أمامك، عند وضع قارورة أو علبة معدنية خفيفة تلاحظ أن تتحرك يمينا ويسارا، وتتحرك أي تتحرك في حركة موجة طولية وتتحرك في حركة إيه؟ موجة مستعرضة، بينما القاع فقط موجة طولية، القاع موجة طولية، بينما الموجات السطحية عبارة عن موجات طولية وموجات مستعرضة. يعني السؤال مثلا، تعتبر الموجات الميكانيكية بمنزلة نموذج للموجات، لأن الموجات الكهرومغناطيسية لا ترى بالعين، فهي عبارة عن مجال كهربي عمود على مجال مغناطيسي لا تميز بالعين كشكل موجة، ولكن نعبر عنها بموجة ميكانيكية. إذن لأن كثير من الموجات الأخرى لا يمكن مشاهدتها كالموجات الكهرومغناطيسية، فنعبر عنها بنماذج للموجات الميكانيكية.